أحد منتجات النحل ذات الفوائد التي لا تحصى. اليوم موعدنا نتكلم عن أهمية حبوب اللقاح لقوة الرجل الجنسية، تحجيم البروستاتا، زيادة قوة الانتصاب، تأخير القذف بالنسبة للرجال، وهذا الموضوع مهم جدا، زائد الفوائد الأخرى لتحسين المناعة وتحسين عضلة القلب، بل تقوية عضلة القلب حتى لو هي ضعيفة، هو يعتبر الغذاء الأمثل، زائد فوائد للعين وللبشرة وللشعر، زائد للعمود الفقري ولهشاشة العظام. تابعونا في هذا الفيديو الذي نتحدث فيه عن أهمية حبوب اللقاح لزيادة القوة الجنسية للرجل وأيضا للمرأة، بس اليوم موضوعنا كيف نزيد التستوستيرون من حبوب اللقاح، فتابعونا. أحبتي في كل مكان، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. منتجات النحل كما ذكرت في فيديوهات سابقة كثيرة. الآية الكريمة: يخرج من بطونها شراب، والشراب هو اللي فيه شفاء للناس. الشراب شفاء للناس. طيب باقي المنتجات، إن كانت البروبلس، إن كانت حبوب اللقاح، كان سم النحل، غذاء الملكات أيضا يخرج من بطنها، هو شراب لأنه يكون ذائب في العسل إذا إحنا خلطناه من ضمنه. هذه الحاجات الصلبة الأخرى تقي من الأمراض، تمنع الأمراض وتساعد على الشفاء لو خلطناها بالعسل فتعزز فوائده، أو إذا خلط العسل بها يعزز فوائدها، فبإذن الله يكون الشفاء هو النصيب. ماذا في حبوب اللقاح علشان تعطي كل هالفوائد هذه؟ حبوب اللقاح هي عبارة عن حبيبات دقيقة جدا تجمعت بواسطة النحل اللي سقطت على الأزهار، الأرجل تبعتها عليها شعيرات دقيقة جدا بتتحمل بهذه الحبيبات اللي تكاد تكون غير مرئية، ثم في داخل الخلية تفرز عليها من لعابها، وتضيف لها العسل وبعض الإنزيمات منها وشمع، كلها بتصير على هيئة جرانيولز أو حبيبات، وتسمى في هذه الحالة، هنا كانت اسمها حبوب لقاح وهنا بنسميها البي بولين أو حبوب لقاح النحل، اللي هي دخلت الخلية وأضيف إليها المنتجات الأخرى اللي احنا تكلمنا عنها، لعاب النحل، رحيق الأزهار اللي هي أجت به، زائد شوية عسل، هذا كله لما يتجمع مع الشمع مع قلنا العسل والرحيق واللعاب النحلة بتصير على هيئة كريات صغيرة. هذه الحبيبة اللي احنا بنشوفها اللي مختلفة الألوان كمان لأنها تجمعت من عدة أزهار، فيها أكثر من 5 مليون حبة لقاح، يعني مش هذه حبة اللقاح اللي أنت بتشوفها بعينك، هذه فيها أكثر من 5 مليون حبة لقاح. وحبوب اللقاح هي العضو الذكري في الزهرة، هناك الميسم وهناك حبة اللقاح اللي بيصير بموجبها عملية الإخصاب وبيصير الثمرة بعد ذلك. هذه الفوائد اللي موجودة في حبيبات اللقاح الصغيرة اللي تجمعت في حبة لقاح من ضمن الخلية النحل اللي النحلة جمعتها بتشمل خصائص مضادة للالتهابات قوية جدا، من ضمن مضادات الالتهابات اللي هي مضادات الأكسدة القوية لمجموعة الفلافينويدز، وهذه من أعلى تركيز كما هو الحال في الشوكولاتة الداكنة، يعني لما بدك تروح تشيل لك قطعة شوكولاتة $2-3 نص معلقة أو بظهر المعلقة من حبوب اللقاح تعطيك نفس الفلافينويدز. من ضمن المكونات الأخرى اللي موجودة كمضادات أكسدة قوية جدا اللي هو الجلوتاثيون، اللي احنا بننصح دائما لتنظيف الكبد من السموم، ويعتبر مضاد أكسدة قوي جدا لمنع التضخمات والسرطانات بإذن الله، خاصة في وجود السيلينيوم، والسيلينيوم والزنك موجودات من ضمن المعادن اللي موجودة فيها حبوب اللقاح.
موجود المنغنيز وموجود المغنيسيوم، وهدول أيضا لتكوين أيضا كمضاد أكسدة اللي هو يعتبر اسمه سوبر أكسيد ديسميوتيز إنزيم، من ضمن المكونات تبعت حبوب اللقاح. موجود أيضا اليوتين واللايكوبين والزيازنثين، ومهمات لقوة الإبصار. اللي بيعنيني هنا إنه أنا عندي مضادات أكسدة، مضادات التهابات، مع فيتامين ألف، مع الزنك، مع السيلينيوم، مع فيتامين إي، مع فيتامين سي، مضادات أكسدة قوية جدا، فتحد من أي انتفاخ أو تضخم أو التهاب في أي خلية مهما كانت، وسهلة الوصول لعدة أسباب إنه هذه المكونات جاهزة للامتصاص، زائد البروتين العالي يكاد أن يكون من 30-40%، مع الكربوهيدرات أو السكريات الأحادية اللي هي سريعة الامتصاص لإعطائك الطاقة، زائد المعادن والفيتامينات الأخرى، وخاصة مجموعة فيتامين باء المركب. وهنا عند فيتامين باء المركب نقف، فيتامين أعضاء فيتامين باء المركب كلها موجودة في حبوب اللقاح، حتى فيتامين باء 12 بنسب قليلة جدا، حتى لا تنخدعوا من هذه المعلومة. اللي يقول لك فيه فيتامين باء 12 هو المصدر النباتي الوحيد اللي فيه فيتامين باء 12، هذه الكمية لا تذكر، يبقى نيجليجابل، يعني ملهاش أهمية كبيرة مقارنة. هذه أحدث أبحاث اللي انعملت على تحليل حبوب اللقاح، فالمعلومات اللي كانت تنشر في النت واللي بيكررها ناس كثيرة غني بفيتامين باء 12 مش صحيحة. الصحيح فيه فيتامين باء 1 مهم للأعصاب، باء 2 مهم للأوعية الدموية وتوسعتها وللمناعة، فيتامين باء 3 لتنشيط الخلايا وللمناعة وللمزاج وتعديل المزاج، فيتامين باء 6 للهضم وللمناعة ولتعديل المزاج وللإدراك وللذاكرة وتحسين الذاكرة، فيتامين باء 7 للبشرة وللشعر ونضارة الشعر، فيتامين باء 9 لقوة الدم ولمنع تشوهات للجنين عند الحامل، زائد أنه أدي لك صحة وقوة للرجل، لأنه هو بيسرع في عملية تخليق الحيوانات المنوية أو الدي أن إيه لتخليق حيوانات منوية أكثر في انقسامات الخلية، فبالتالي عندي أيضا إنتاج التستوستيرون بزيد. كل هذه العوامل مجتمعة حتنعكس إيجابيا على الرجل كالناحية الإنجابية والناحية صلابة العضو الذكري وقوة الانتصاب وعدد الحيوانات المنوية وقوة الحيوانات المنوية. عشان هيك بندخل حبوب اللقاح اللي جايبينها من خلية النحل اللي خاصة بالنحل في وصفاتنا العلاجية للناس اللي عندها ضعف في الإنجاب أو ضعف في الحيوانات المنوية أو تضخم في البروستاتا. ليش تضخم البروستاتا؟ لأن الحبوب اللقاح تنشط عملية إنتاج التستوستيرون الهرمون الذكري وتخفض إنتاج الإستروجين الهرمون الأنثوي. فهنا الفائدة للرجل، لأنه التستوستيرون بيحافظ على نشاط غدة البروستاتا بحجمها الطبيعي، أما الإستروجين هو اللي بيخليها تتضخم نتيجة نقص في التستوستيرون. فبالتالي هنا العملية الفائدة تنعكس من أنه بينتج هرمون التستوستيرون أو يحفز إنتاج التستوستيرون ويثبط إنتاج الإستروجين اللي هو الهرمون الأنثوي. حتى هذه الظاهرة عند النساء أو عند الإناث في سن ما بعد توقف الدورة الشهرية بيفيدهن في توقف الهبات السخنة وأعراض اللي هي بتيجي ما بعد الدورة الشهرية، الاكتئاب والألم والهبات السخنة وما شكل ذلك من وجع مفاصل وألام أسفل الظهر والانطوائية وابتداء النقص في الكتلة العظمية والهشاشة وتقوس الظهر. حبوب اللقاح تعتبر غذاء مثالي في الوجبات اللي احنا حنحكي عنها حتى نقضي على هذه الظاهرة. أحبتي، إضافة قليل من حبوب فقط اليوم الأول لما بدك تبدأ برنامج علاجي في تحجيم البروستاتا المتضخمة، كل اللي محتاجه أنت معلقة كبيرة من حبوب اللقاح. كيف نأخذها والطرق السليمة لأخذها؟ يجب ألا توضع في أي مشروب ساخن، هذا رقم واحد، لا بحليب سخن ولا بشاي ولا بقهوة ولا بغيره. بإمكاني وأفضل امتصاص لحبوب اللقاح بمكوناتها العديدة من أملاح معدنية وفيتامينات وبروتين هو وجودها مع الفواكه، وأفضل الفواكه هي الرمان. حبوب اللقاح
تسرع انتاج النيتريك اوكسيد او اكسيد النيتريك اللي بيوسع الاوعيه الدمويه وبيخلي الدم يتدفق للاعضاء التناسليه فبيزيد الانتصاب، والرمان في نفس الخاصيه، فهذه افضل وسيله. طيب اذا ما فيش موسم رمان بامكاني اضيفها لاي عصير فواكه او سلطه فواكه، بمعنى عندي الحمضيات البرتقال اليوسف افندي، عندي تفاح، عندي كمثره، عندي مانجا، عندي اي شيء من هذه الفواكه بقطعها وباضيف لها اذا كان عصير او قطع الفواكه وبضيف لها معلقه من حبوب اللقاح وباكلها. يفترض انه هي تؤكل قبل الوجبات او على الصباح الباكر لو انا عايزها مره واحده. ليش؟ لان بتنشط للذاكره، بتنشط العضلات، بتنشط القوه، فهو ايضا مفيده للرياضيين ولقوه الرياضيين، زائد عضله القلب اللي هي بتزيد تدفق الدم لها. الحديد، البوتاسيوم، كلها مساعدة لأداء الوظيفة لعضلة القلب ولباقي العضلات، زائد الكالسيوم والمغنيسيوم للكتلة العظمية مع البوتاسيوم أيضا بتقوي الجسم. نرجع إلى موضوع البروستاتا والمحتوى العام بالنسبة لهذا الوضع، ألا وهو أنه عندك مغذيات لجسمك محسنة للمناعة، مزودة للقوة، مزودة لعدد الحيوانات المنوية ولسرعة الحيوانات المنوية ولقوة الانتصاب وتأخير القذف وتحسين الأداء بالنسبة للقاء الحميم. الأوقات اللي أنا بأخذها عشان المناعة وعشان الصحة العامة هي صباحا للذاكرة وللقوة العامة. بإمكاني أضيف معاه العسل، سلطة الفواكه عسل، بإمكاني أضيف حبوب اللقاح مع معلقة عسل وأخذها مباشرة وأشرب وراءها أي مشروب آخر. بإمكاني أخذ بالمعلقة أحطها تحت اللسان وأمضغها وأستحلبها في فمي مع المضغ علشان أستفيد من كل العناصر اللي فيها. يبقى لازم عملية المضغ تتم مع اللعاب أو الخلط مع اللعاب أثناء، وأستحلبها براحتي وبعد هيك أكل وراها فاكهة أو من ضمن الأكلة يعتبر الفاكهة. كثير من الاستطبابات اللي إحنا أدخلنا فيها حبوب اللقاح وطلع النخيل مع العسل، وهن هدول أفضل اثنين بإمكاننا نضيف كمان بذور الفجل وبذور الجرجير لزيادة الإخصاب بالنسبة للناس اللي تأخروا في الحمل. كده بقى أنا عالجت تضخم البروستاتا وزودت عدد الحيوانات المنوية وسرعتها للي بيعانوا من ذلك، وفي نفس الوقت حافظت على أدائك الوظيفي، على قوة القلب وعضلاته، للجهاز التنفسي، للأداء الحركي، لقوة العضلات بالنسبة للرياضيين، وحافظت على توازن الهرمونات اللي في الجسم. هذا ما وددت إني أنا أحكي اليوم فيما يتعلق بقوة الإخصاب وعلاج البروستاتا من خلال وصفات إدخال فيها حبوب اللقاح، إما مباشرة أو مع عصير أو مع سلطة فواكه أو مع العسل. تقبلوا تحياتي مع فريق العمل، انشروا ما يصلكم من علم كي تكسبوا أجر نشر علم يستفاد منه، فعلوا الجرس، اشتركوا في القناة، لنا ولكم الأجر إن شاء الله. أخوكم دكتور رمضان شامية.